تشكل حكومة جديدة دون تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية. أعلن المجلس العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس الماضي في بيان صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أعلن عن تشكيل حكومة جديدة ينتمي معظم وزرائها إلى التيار الذي يدعم الانقلاب، ولم يحدد المجلس موعدا زمنيا للمرحلة الانتقالية. 26 رجلا وامرأتان فقط، ذلك هو عدد وزراء الحكومة الموريتانية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة بعد 3 أسابيع من الإطاحة بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولي الشيخ عبد الله. أفرادها معروفين على المستوى الوطني والخارجي بنزاهتهم، وستقوم إن شاء الله بعرض برنامج مفصل على البرلمان، ومن خلال هذا البرنامج وتطبيقه يمكن للشعب الموريتاني وحده أن يحكم عليها. 4 وزراء في الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم في العدل والدفاع والاقتصاد والمالية، وهو ما اعتبره المراقبون مكافأة لهؤلاء على مساندتهم السريعة والنشطة لقيام النظام الجديد. كما دخل الحكومة وزراء من أحزاب المعارضة التقليدية رغم رفض بعضها المشاركة في الحكومة. نعتبر تشكيل الحكومة الجديدة ردا سيئا على مطالب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والمجتمع الدولي، ولا نعتبر مشاركة بعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة سيشكل إضافة جديدة للعقبات التي ستواجهها هذه الحكومة من ضغوطات دولية وحصار. الحكومة الجديدة جاءت على خلفية حراك سياسي شهدته الساحة الموريتانية، عكس تباينا كبيرا في المواقف بين الأحزاب السياسية التي تحمس بعضها للانقلاب العسكري واعتبره حركة تصحيحية، في حين عارضه آخرون معتبرينه خروجا على الشرعية الدستورية. تشكيل الحكومة الموريتانية بعد انتظار طويل يعتبر خطوة جديدة جعلت الكثيرين يتوقعون الإعلان عن خطوات أخرى للمجلس الأعلى للدولة لمعالجة المسائل الجوهرية. محمد الصوفي، الجزيرة، نواكشوط. معنا من نواكشوط محمد محمود أبو المعالي، رئيس تحرير أخبار نواكشوط. سيد محمد، هل ترى أن في هذه الحكومة الجديدة هناك مقومات الاستمرار في الحكم إذا كانت مشكلة هذه الحكومة من لون واحد كما رأينا؟ شكرا. الواقع أن الحكومة الجديدة كما ذكرتم مشكلة من لون واحد، وهو اللون المؤيد للانقلاب الذي وقع في 6 أغسطس. هذا أمر طبيعي إذ أن المعارضين للانقلاب يرفضون دخول هذه الحكومة، وكذلك بعض مؤيدي الانقلاب من أحزاب المعارضة كما هو حال حزب تكتل القوى الديمقراطية والتحالف من أجل العدالة. هذه الحكومة بطبيعة الحال تواجه صعوبات غير مسبوقة لم تواجهها حكومة موريتانية من قبل. في مقدمة هذه الصعوبات محاولة فك العزلة الدولية التي تمر بها البلاد منذ انقلاب 6 أغسطس. كذلك تواجه رسمة من المشاكل الداخلية، بينها مشاكل التنمية ومحاربة الفقر والرشوة وسوء التسيير وبعض الأمور. ولكن سيد محمد، لنتوقف قليلا عند المرحلة المقبلة والأولويات بالنسبة لهذه الحكومة. بداية، كيف ستتعاطى مع المناوئين للانقلاب؟ الواضح أن المناوئين للانقلاب يرفضون الاعتراف بسلطة المجلس الأعلى الذي شكل هذه الحكومة، إذن من باب أحرى أن يعترفوا بالحكومة الجديدة. هذه الحكومة ستكون رهنا بسياسة المجلس الأعلى إن أراد مد يد التعاون والتعاطي مع خصومه، فهي بالتأكيد وسيلتهم وأداتهم لذلك. إن رفض ذلك أو أراد أن يدير ظهره لهم فهي أيضا وسيلته لذلك. إذن هي مرتبطة بسياسة المجلس الأعلى للدولة تجاه خصومه السياسيين. وهي كذلك أيضا هذه الحكومة سيد محمد تواجه أيضا وضعا دوليا، يعني المجتمع الدولي كان بأغلبيته رافضا لهذا الانقلاب، كيف ستتعاطى مع هذا الموقف الدولي؟ بالتأكيد هي كما أسلفت تواجه عزلة دولية غير مسبوقة. أعتقد
أن هناك بعض الخيارات داخل هذه الحكومة ربما كان الهدف منها هو محاولة فك هذه العزلة. بدأ ذلك بتعيين الوزير الأولي واختيار السفير الموريتاني في بروكسل الاتحاد الأوروبي سبيلا إلى حلحلة موقف هذا الاتحاد. اختير لوزارة الخارجية أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية أريد منه شخص مطلع على مفاتيح الهيئات الغربية وعلى مواقفها وربما أيضا لكسر الحصار الدولي، لكنها بالتأكيد مهمة صعبة، وأعتقد أن حالتها مرتبطة بموقف المجلس الأعلى. متى ما قدم خطوة باتجاه الأمام ربما تنجح الحكومة في كسر شكرا الحصار. لك محمد، بقي سجين اللحظة الأولى فستواجه الحكومة مزيد شكرا من لك الصعوبات. من نواكشوط محمد محمود أبو المعالي رئيس تحرير أخبار نواكشوط. وفي موريتانيا أيضا أعلن برلمانيون يساندون الانقلاب أن الحكومة الجديدة قبلت مبادرة تقدموا بها لدعم المواد الأساسية الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ستؤدي إلى خفض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 40 و60%. وقال النواب والشيوخ في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الحكومة قررت رصد موارد مالية كبيرة من ميزانيتها الخاصة لتحقيق ذلك.